بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدانا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، على احلى ناس وعلى اطيب ناس. النهارده ان شاء الله هنعمل ايه؟ سبانخ بالفول المدشوش، بكان الرز، بكان الحمص، ودي عندنا دي كده لحم، كيلو لحمة راس اهو. وهنعمل ايه عليه؟ سبانخ ان شاء الله كده، وملوخية ورز بأمر الله. النهاردة يعني ده غدا اليوم النهاردة ان شاء الله. ده الفول عويتي غسلته وهنقعه بمية سخنة نعمل بيه السبانخ. زي ما انتوا شايفين دي لحمة راس، زي ما اقول لكم كده. وعندي بصلتين عميت وعلى كيلو قوطة بتاع ده لزوم السبانخ يعني. انا حاطه ميه على البوتاجاز للحمه، احط الفول احط له ميه سخنه يتنقع عشان لما اجي اسويه ما يطبخش، لا يبقى الواحده بوحدتها كده مع السبانخ. زي ما انتم شايفين كده هنعب ميه سخنه، وهنا احط اللحمه كده واسيبها ايه تتقلب كده عشان الميه اللي في بتاعتها ما تبقاش بتبقى عاملة يعني ايه رواسب كده وبتاع، لا ديت بحطها تنزل المية بتاعتها، وبعدين ايه بغير لها المية ببركة ربنا سبحانه وتعالى. هنا تحت القوطة حطيت لها حبة سكر يعني بتاعت السبانخ زي ما انتوا شايفين كده. هنا بص المية عملت ازاي بتاعت لازم دي تتفضى، هي لحمة الراس لازم تتعمل كده زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى افتحت قوطة على بصل على بتاع، هنا اقلبها كده واحط بعد اللحمة اللي خلصتها من المية التانية حطيتها ايه هنا كده اقلبها، احط لها بقى توابل، عندي زعتر وكاري ومرقة وحبة سكر عشان تستوي بسرعة، متحطش يعني ايه وقت تستوي زي ما انتوا شايفين كده. بقى زودها بقى مية واسيبها بقى نفسها كده على البوتاجاز كده بركة ربنا سبحانه وتعالى. هنا هعمل التومة دقها بالكزبرة الخضراء ديت اللي هحط فيها اسوي فيها الفول مع بتاع السبانخ. هقلبها كده لما تستوي ان شاء الله كده ببركة ربنا سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. هفض عليها الفول اللي انا هعمله بالماء السخنة، يعني هو شبه ايه ان هو استوى يعني. فضيت عليها القوطة واسيبها شوية زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى قطعت بصلة حطيتها كده، حطيت لها معلقة سمنة، هقلبها شوية كده لما تدبل، وبعدين احط عليها ديت السبانخ انا مقطعاها اهي، ودي عليها كزبرة مقطعة عليها كزبرة. هي السبانخ بتبقى حلوة بالكزبرة الخضراء يا جماعة، كل حاجة والله تحط فيها الكزبرة الخضراء دي بتدي لها طعم وريحة وبتبقى جميلة جدا والله بجد يعني. انا بص الفولة استوت هنا اهي، هعمل بيها السبانة زي ما انتوا شايفين. بص هبصوا معلش هبص الفولة استوت ازاي. احط بقى هنا احط قلبت البصلة اتدبلت خالص، احط عليها السبانخ واقلبها ايه لما تبدأ خالص السبانخ، وافض عليها الصلصه اللي هي بالفول دي زي ما انتم شايفين كده. يلا ربنا يصلحنا ويحفظنا ويحفظ الجميع، ما تنسوش يا جماعه اللي يخش عندنا ينورنا بلايك واشتراك وكومنت حلو كده. هنا السبانخ دول فضيت عليها الصلصه بالفول، يعني والله ما قلتوش طعم السبانخ عامل ازاي مع الفول ده. هي انا بعملها احيانا بعد الساعه انا بعملها بريد السبانخ، بحط لها رز، بحط رز معلقتين كده، والعادي برضو بحط لها حمص الطبيخ، بس المرة دي ايه حبيت اغير يعني زي ما انتوا شايفين. بصوا اهي كده هسيبها بقى ايه تستوي. هنا هعمل ملوخية زي ما انتوا شايفين اهي، هنعمل طبقين كده ملوخية، ملوخية مش حاجة جنبيها يعني زي ما انتوا شايفين كده. بصوا ملوخية كده اهي، يلا ربنا يصلح حالنا وحالكم، واللهم ديما نعمة خاصة من الزوال يا رب، ربنا ديما علينا نعمة خاصة من الزوال.
هنا استوت السبانخ زي ما انتوا شايفين. هنا بقى هعمل الرز اهو، هعمل رز ابيض جنب الخيار زي ما انتوا شايفين كده، اهي بمرق وملح، هقلبه شويه مش كتير، وهفضل بقى عليه كده زي ما انتوا شايفين كده. يلا ربنا على صلاح وخلينا عليكم. هنا هحط له بقى شوربه اهي، زودته شوربه كده. يلا بقى والاكل كده استوى كده زي ما انتوا شايفين. هنا طبق سبانخ باللحمه اهو، بص الفول عامل في ازاي في السبانخ، والله جميل جدا ما اقولكوش على طعمه. وده رز ابيض، هنا دي ملوخيه ناشفه. يلا ربنا يصلح لنا حالكم والف هنا وشفا للي كل واللي هياكل واللي شاف واللي هيشوف. يلا ربنا على صلاح الحلين عليكم وربنا المستعان. يلا وما تنسوناش يا جماعه في اللايك ولا الاشتراك. يلا نقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. يلا ربنا يصلح لنا حالكم وحال الجميع. من توقع الله فهو حسبه، الله قد جعل الله لكل شيء قدر.